إذا بسم الله الرحمن الرحيم، بصفتي نائب رئيس جمعيتي على حي ولاد الحسن بالناظور، درنا هذه الوقفة الاحتجاجية في ظل ما وقع مؤخرا هذا الأسبوع هذا فيما يخص اللاقط الهوائي اللي جاءوا تركب خلسة بدون إشعار، بدون سابق إنذار، بدون تهيئة أو إجراءات يعني إدارية سابقة، وتركب هذاك اللاقط الهوائي في سطح أحد المنازل داخل الحي، مما سيشكل في قادم الأيام مجموعة من الآثار على الساكنة وخصوصا الأطفال وكذلك العجزة والمرضى. وبالتالي حنا ما كنطلبوش يعني الإعجاز ولا كنطلبوا شي حاجة اللي خارقة أو أنها كتشكل شي معجزة. المطلب ديالنا واضح، هو هذاك اللاقط خصو يتحيد، لأن أولا كاين شروط السلامة ما متوفراش، العلو اللي خصو يكون في العالم كاين منظمة دول الصحة العالمية كتنص على أنه العلو خصو يكون ما بين 20 حتى 50 متر، واحد العمارة اللي تكون شاهقة. كذلك بالنسبة للشارع العام خصو يكون واحد الشارع اللي واسع يكون أكثر من 10 متر حتى 12. كذلك بالنسبة للمكان ما خصوش يكون محاط بمدارس تعليمية، والشيء أنه في هذاك الحي متوفرين المدارس التعليمية، كاين العلو منخفض، الشارع ضيق، وكذلك التركيب ديالو يشكل خطر على المنازل المجاورة، حيث أنه ممكن أنه يسقط ويقدر يحدث أضرار. هذا من جهة، هذا من ناحية التقنية ديالو. من ناحية الآثار الصحية، من ناحية الآثار الصحية على هذا اللاقط هذا، هو أن الأطفال الدرجة الأولى هي معرضة يعني بالنسبة للخلايا ديال الجسم ديالها، سواء الدماغية أو الأجهزة يعني الجهاز العصبي ديالها، يقدر يتصاب في أي لحظة، وبالتالي يعني آثار غادي يكبر معاه الولد أنه يقدر يوقع عاهة مستديمة، إعاقة ذهنية أو أكثر. حنا هنايا اليوم هذا الشكل الأول، سبق أننا درنا شكاية ومشينا لعند السيد الخليفة الأول، ومشينا كذلك عند القائد ديال المقاطعة الثانية، بحكم أن الساكنة أو الجمعية أو الحي يوجد داخل نفوذ الملحقة الإدارية الثانية. تواصلنا معهم بشكل يعني إداري إجرائي، ولكن حاليا دخلنا الإجراءات الثانية، في حين أنه إلا ما كان استجابة، ما كانش حوار، ما كانت شي حاجة، غادي يكون أشكال أخرى ديال. وتنشكركم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الشكاغ الإخوان كاين يحضر عندي الصحافة، الإخوان ناظور سيتي، الإخوان نعرفينو، يعني بدا قينا كاين من منقيش الوقفة احتجاجية، أقينا كاين يعني استقبض منايا الرأي العام مرة. هم زوات شكاغ الساكنة مولاد الحسن، لأن كون ما يوقعش هذا المشكل بدا تبدل وتو النتائج الحمد لله تو غيسبق كاين الوقفات الميتو حاقي جدد عاد تقول الحسن اجنا ربع قيسيت من اسبانيا، يعني الساكنه مره بدك فوز فوز، المره الثانيه بدنا الشركه عاود فوت تحت الجن يود ان شاء الله النتائج بعد ديال رمضان شنو نهارها اللي عافا نهار رمضان تو غيسبق عاود تحت الجن عشان دور الدعاره كين تديني كاس الساكنه تكمل ان شاء الله نبلع عيد نتلو الزر خاسن رخو المشكله ذا قديم شوي تقريبا يعود الى عامين تو غيكين الكرج نهار يزوز هذيك باش خاص تقريبا شنو 40 متر. كانت الساكنه الجمعيه نعرا ولاد الحسن كاج الاجتماع نصح بعض المندوب يقي ماكينه الساكنه شارحه سماره بدن ومين دارين المندوب ينا خو مادام كينو رفضهم مشينا نبعد ويتفق كاينه ينش ما خصنا نكشن حاجه ان كاج الاعلان الساكنه ما راني هنا رفضهم مشي القوان تكشان تفكيس خمانيا مش تقري البلديه ما تقريش انا عاصم شان قواني شان شاط نجاني شان وين تقري المواطن تقري ناس الاعلان 15 عيون ما راه غادي نبوش الشكايه ديال المواطنين اللي تجي ناس ترخيص نمشي عند واحد نتفق كل المندوب يحضر كي هنا ديال المقر الجمعيه الا نمشي نتفاجئ وسين غادي نين تجي مين خصني انا هنا غادي نين تجيرت صفور بوليتات تجيني سيكري حسيري تسقعد يعني هنا ديال شبان تجار ما انايا ننددو يعني نحتج ونندد بشده في العمل مشى افتح من الحي غادي نين تجيرت تسقعد نسيف الطوموبيلات 207 ديال الكراج تبلع الكراج تخنس الجلد دقا يعني جن عمل ليس خطوره يعني ما عادش نحاج قانوني هذا سنه في كنس واس هذا عزم في غورا ساكنه في الزار هذا عكم ما تم دقا كيتا مي تو ساكنه تص يعني هذه شطو الشفره يعني كان كيج تقريبا خوديني يعني السلطه ما ولكن خدمت الشركه ما يعني كان كيج نسيبه يعني الدوله الشغل اخني هو الشفره تحرري تحرري خفنش يعني هذه مشى يمكن مشى غنبدا الشيء اللي هو اللي
لذا نطلب زعما كي نغاز من ايش باب الحوار زعما كي نستيود انضك تاع قرار ميتو كي تقريبا شي عامين زقوا من المندوب الحضاري كاين ونغزا ما نغزا ما هو هو اللي نستجبد باش ان شاء الله انا بعيد انا غزار القنوات النور ان شاء الله. والسلام عليكم يجب تحيه طن قرانتي ساكنه ولاد الحسن استمغارين سياري يا حنجاني مزيان وكاين شينين سبدت واقينا دهو حتى مغارين وحتى يا يزني مقرا يعني يتشاي كمل توقينا الجريش نوقفا احتجاجيه طن قرانت بالعني بريدن ولكن شي الناس تاع البدايه تذم زوارو عن غزار الحوار كيسن مروا كيسن في عشان حوار غزار الاساليب النضال عشان اساليب النغنيه وشكرا وتحيه نضاليه.